مرحبا بكم في مدينة زمور، مرحبا بإخواننا، شرف لنا احنا في اتجاه ديال الخلوة، المنطقة تسمى الخلوة ديال الضريح سيدي وعدود، وهي منطقة التي كما تشوفوا بأنها منطقة عندها واحد الصبغة خاصة وعرفت تعبد الولي الصالح سيدي وعدود، ومن بعده جاء ضريح اخر معروف في مدينة سطات هو سيدي عبد الرحمن الزكاني. سيدي عبد الرحمن الزكاني هذا من الناس اللي عاشوا بداية ديال القرن التاسع عشر، وكان هذا المكان اتخذ هذا المكان ديالو كخلوة من اجل التعبد ومن اجل العبادة ومن اجل، وكانوا واحد العديد من الاتباع ديالو تيزوروه في هذا المنطقة. اسمح لي، واش هذا ناتوريل مبني ولا ناتوريل؟ هذا تقريبا فيه خدمة، هو تقريبا شبه طبيعي، غير انه بحكم ان التوسع ديالو والمسائل وهذه كما غنشوفوا في الداخل ديالو جعلت فيه شي بيوتات اللي ضافت فيه وتقادات باش تعطي واحد رونق، مكان ديال العبادة، مكان ديال الأكل، مكان ديال هذا. إذا حنا غادي نتقدموا للجهة الأخرى. دابا هذا تابع لسيدي وعدود. الخلوة ديال سيدي وعدود. إذا حنا الآن هنا في المدخل ديال الخلوة. هذا كان مكان خاص مثلا من تيجي تجلس فيه هنا تيبقى التأملات ديالو نحو المياه ونحو المسعيد. نحو المياه ونحو الطبيعة نعرفوا الأذكار ديال الأولياء والمساجد، فهي أذكار خاصة وأوراد خاصة. هاد المدخل ديال هذا عنده جوج المداخل، عنده البوابة النهرية وعنده البوابة المواجهة لمدينة أزمور. نزيدو نتقدموا هنا شوية تنشوفوا بأن هذا كان مكان ديال هاد البلاصة هنا، كانت المكان ديال تقريبا ديال المبيت ديال الولي الصالح، كانت هنا هذه هي المكان ديال المبيت ديالو. وهنا تنلاحظوا بأن هنا كانت واحد الحقبة معينة كانوا تيجيو الطلبة والعلماء كانوا تيجلسوا يقضيو بعض الأوقات هنا. غنزيدو نتقدموا لهاد الباب الآخر، الباب الآخر تنلاحظوا هنا هاد المغارة هنا، تلاحظوا بأن هناك هذا إطلالات عبارة عن نوافذ كبيرة نحو النهر ونحو الواجهة الضيقة الموالية لمدينة أزمور. تلاحظوا بأن عنده ثلاثة ديال المنافذ، منفذ رئيسي هو هذا اللي تنشوفوا هنا، ومنفذ المدخل والمخرج اتجاه ديال الأخرى، وهذا تقريبا هذا كان نظرا للعوامل ديال التعريه والمسائل تعرات بزاف ديال الحوايج. وتلاحظوا كما تشوف هنا في هذه المناطق فهذه كلها صخور كانت قريبه من هاد الخلوه هذه. تندوزوا للجهه الاخرى. فين كان عايش البحريه هنا نعتيه؟ واخا نشوف. لا هاد المكان اللي هنا تنتواجدوا فيه هنا كان هذا الامتداد ديالو راه طاحت من واحد الطرف. كيطيح شي تيطيح نظر للعوامل التاريخيه والمسائل. انا هنا هاد الطرف هنا كان تقريبا كبير جدا، وكان هذا عباره عن بيت هنا في هاد المنطقه هنا، وهذا هنا فين تتبان لنا ازمور بالجماليه ديالها كامله والمسائل، تدير واحد مراقبه لهاد المنطقه ككل. فما عرفت وكيبان لي هادوك ديزارتيست اللي جالسين كيخدموا ديزارتيست وإخوان شو مناسبة؟ المناسبة هذه بمناسبة مهرجان ربيع سيدي وعدود في دورته الأولى، وهي دورة إحياء لفك العزلة على هذه المنطقة اللي قريبة من أزمور، اللي تتواجد في مدينة أزمور وتابعة تابعة للمدينة. تنشوفوا بان هنا فين غيكون ممكن ان يكون استثمار سياحي والثقافي بحكم التصنيف ديال المدينه. شكرا. لاله عايش البحريه فين جات؟ لاله عايش البحريه تتولد في الضفه للاسف، هنا تتحول بيننا وبينها هاد عند الشجره ديال الرمال المسائل هنا، ولكن الا طلعنا الفوق يمكن لنا نشوفوا واحد بانوراميك على المنطقه ككل. شكرا.
دونك الا دخلنا نخرجوا عاوتاني منين ما دخلنا هذا هو الامتياز انك اي مكان مثلا تدخل منه يمكن لك تخرج دير هذا ولكن قصير جدا نشوف اللهم ندوزوا من البلاصه اللي اكثر سلام هذه البلاصه بالضبط هذه الخلوه كانت هي المنطلق فتسي ابو فهد هذه المنطقه بالضبط كانت هي المنطلق ديال القوارب ديال الزوار كيجيو كانت مئات ان لم اقل الاف ديال الزوار يوميا تيحجوا من منطقه ديال الخلويه بعد زياره الولي صالح سيدي وعدود تيحجوا مباشره الى للعائش البحريه ذهابا وايابا تيجيو بالقوارب نشوفوا هنا بالمناسبه هنا تيبان لنا السي بشعي اللي هو احد ابناء ديال الصياده القدامى هنا ورث هذه الحرفه عن ابا عن جد ولا زال يمارسها وما تيدفع لا تتبعها الصيد بالشباك والصيد بالخيوط والمسائل ولا زال يمارس هذه الى يومنا هذا هو من الاسماء المعروفه بن سالم شعيب اللي تيعرفوا واحد العديد ديال الناس من هنا غير بالمناسبه ان هنا في هذه المنطقه بالخصوص كان يحتفى بواحد التظاهره اللي هي جميله جدا وهي تظاهره ديال الشابل مبقاش كسكس بالشابل للاسف اللي انقطع هذه منذ سنين تقريبا منذ نهايه السبعينات اللي انقرض هذا وتنظن بان الناس الا فكرت بجديه في عباره عن احياء واحد الحوض لصياده الشابل غيكون سي شعيب يقول لك استاذ قال لك واش مازال الشابل كيدير الصيد هنا كيدير الامور الشابل ما بقاش نعم ما يمكنش يتربى لا والو القرض وجميع المغرب كامل القرض وشنو في بلاصتو كاين دابا دابا كاين عير الصول داك البوري النون لي زونغي بالشبكه هادشي بالشبكه وبالصناره كيتصيد بالصناره شكرا بارك الله فيك ودي سي بشعي شكرا هذا منظر جميل هاد البلاصه المواجهه لي شوف عندي هاد البلاصه اللي تنشوفوها مباشره من هنا هذه كانت عباره عن ديفير ديال زراعه الكليمونتين فين هنا في الضفه الاخرى كانت امتداد من هذه هي البدايه ديال الكليمونتين حتى الحدود واحد 35 كيلومتر كلها كانت عباره عن كليمونتير واشجار اللي هي مثمره اللي فرزات فيها بزاف ديال العشاء وكان عندك راسك فرزات لنا بزاف ديال الحوايج اللي هي جميله جدا بالمناسبه لا تفوتني هذه المناسبه ما دامت المناسبه شرط تنشكر جزيل الشكر القناه اللي تعتبر بمثابه صحوه حين اقول صحوه فانا اعي ما اقول اي قناه لان صحفه القناه مازاغان 24 اللي تنعرفوها بحكم الرئيس ديالها السي ابو فارس اللي هو انسان ينقب عن الجمال وينقب عن الحداث وينقب عن الشخصيات الثقافيه التي تضفي على هذا الموقع جماليه حس جمالي جدا فهي ذاكرة مدينة وذاكرة إقليم وذاكرة وطن بحكم التواجد بحكم استجوابات صحافية وبحكم القرب من المواطنين فهي قناة رائدة في هذا المجال ولها السبق الصحافي الذي يكن له كل احترام شكرا أبو فارس مازاغان 24 ومازال الخير قادم وأبشر الجميع بأن التظاهرة القادمة ستكون أفضل وفي جو أفضل إن شاء الله الرحمن الرحيم شكرا سي أوشان شكرا جزيلا